جزيرة الكنز. عرض جزيرة الكنز مع انطلاقة سبيستون على كوكب مغامرات. أخذ العمل من رواية جزيرة الكنز المشهورة. لاقت النسخة العربية رواجاً كبيراً ولا تزال تعرض حتى اليوم. تسرد أحداث العمل قصة بحار ترك قبل أن يموت للصبي جين خريطة تقوده إلى كنز الربان فلينت. سافر جيم برفقة بعض البحارة على متن سفينة للوصول إلى الكنز، وقطعوا جميعا البحر المملوء بالمخاطر لينجو من نجا منهم ويصل إلى الكنز في النهاية. حسنا يا صديقي، فما أجمل أن نسعى إلى هدفنا بكل قوتنا ولا تثنين عنه المصاعب والأهوال مهما بلغت.